اي وقت هيجي هيجي دبي يبقى ده رقم سهل. بص يا ريس على الـ على الـ صفحه 7 سؤال 7451 6000 جنيه نجيب دلوقتي ثلاجه وغساله. هتلاقي سؤال 47 وابتدى ايه؟ بص دي فلوت شارت بدات منين الفلوت شارت يا كابتن؟ لازم تبص مع حد معاك في الفلوت شارت بدات منين؟ من عينك الشمال فوق يعينك الشمال فوق ها لفت. طب ايه اللي حصل في الفلوت شارت دي؟ ركز كده معايا. لما بدات الفلوت شارت زي ما انت شايف بدات كالاتي. بدا مدي لك هنا على فكره الشكل ده شكل مستند. الشكل ده اللي هو شكل ده فاكر قلت لك ديكومنت؟ قال لك فيه شيك شيك ماشي يا عم الحاج عايز ايه تاني مننا؟ قال لك الشيك ده ماله معاه حاجه تانية معاه ايه تاني؟ مش عارف كاستمرز ايه؟ ريماتس. ما معنى كلمه ريماتس؟ ها؟ حد يعرف كلمه ريماتس يعني ايه ولا؟ ها؟ ريماتس زي اشعار تحويل كده يعني زي بالظبط ما بيجيب لك الشيك بتديله اشعار او اصاله تحويل يعني اصاله. انا ماشيها اصاله يعني. انا مثلا بشتري حاجه بالتقسيط او بدفع الشيك وباخد اسمي فطالع الاثنين. خد بالك بقى الاثنين دول دخلوا فين؟ دخلوا فين مع بعض؟ ركز معايا ها. دخلوا فين؟ دخلوا في عمليه هدى. دخل عمل مانوال اوبريشن. ركز بس معايا عشان نفهم. بس عمل مانوال اوبريشن يا استاذي. مانوال اوبريشن دي ايه نظامها؟ بص كده شايفه ولا لا؟ عملت ايه مانوال اوبريشن؟ ها عمل ايه؟ بص عمل سيبريت فصل. هتفتكر فصل مين؟ هيفصل ريمتس على الشيك. هو اللي قال كده. يبقى تتوقع ايه؟ يطلع من هنا ايه ويجي من هنا ايه؟ يروح كده الشيك الشيك صاحبي ولا لا؟ ويجي هنا ليها ريمتس. واضح في القصه هتمشي ازاي ولا لا؟ معايا يا فندم؟ اتفضل. هو الريمتس ده مش الاشعار اللي كانت جنبك ده حافظه بتاع حافظه الشيكات؟ حافظه الشيكات ماشي. صوره يعني صوره منها مش هنختلف كتير. نخش يا ريس نمشي يمين. هنمشي ورا مين دلوقتي؟ ها ورا الشيك. الشيك دخل اتعمل بيه بريبير تيب ديلي. تيب يعني شريط او 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 كشف. تيب ديلي ماشي. خرج منه ايه؟ ها الكاستمر يا جماعه. شيك. خد بالك الشيك زي ما دخل زي ما خرج. حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ يعني الشيك دخل في اتعمل له تيب ديلي زي ما تقول زي ما يكون اتسجل يعني. سجل وخرج. طب خرج راح فين؟ يروح فين الشيك؟ راح في ايه؟ كل شايف ايه ولا لا؟ شايفين ايه كلنا ولا لا؟ ايه ايه دي بقى؟ ناخد سؤال رقم 47 يقول لك ذا كاستمر تشيكس اكومبنت باي ذا كنترول تيب. كنترول تيب اللي هو الشريط يعني او السجل او الكشف اللي هو ريفير تو سيمبل ايه؟ ار ايه بقى؟ هيروح فين؟ اختار بقى. تفتكر الشيكات هتروح فين بعد ما خدناها من العميل وسجلناها؟ هتروح فين؟ هتروح للتحصيل. اجابه سليمه 100%. عاوز اقول حاجه بس السؤال ده. اتفضل. هو لازم اشوف الشارت الكودي السؤال ده بالظبط. فالاجابه الصح هتبقى سي فورورد تو ذا تريجرر فور ايه يا استاذي؟ ها ديبوزيت ايه دي؟ هتروح للدوزيت يا جماعه. ها دي حد معترض؟ حد معترض يا فندم؟ زميلك اسمه حضرتك ايه؟ احمد. كان بيقول ما انا كان ممكن ما ابصش على الشكل فوق خالص ومعروف ان الشيكات هتروح للايه؟ للتحصيل. اه بس يعني ممكن ما تجيش معاك الرسمه هي اللي تاكدها لك لان اخر حاجه خلاص الشيكات ماشي يا فندم. طيب نكمل بقى نطلع فوق على الرسم تاني. الرسم خد مين بعد كده؟ هيمشي ورا مين؟ ناخد بقى الكاستمر ريمت ادفايس اللي هي الحافظه بتاعت التحويل دي. السيمبل انتو ايه؟ جمعها. خش يمين بقى الباتش اوف ريميتس ادفايس. خش تاني يمين بي. خد بالك بقى من اللي جايه دي. ايه اللي دخل وايه اللي خرج؟ اللي خرج ايه بقى؟ يعني اللي دخل الباتش اوف ريميتس ادفايس وراحت خرجت الكاستمر ريميتس يا جماعه. ها ادفايس. تفتكر ايه اللي حصل يعني؟ يعني هي الحاجه دخلت وخرجت ايه اللي حصل؟ بي اتفيلت. لا ما هي خرجت. اتفيلت ايه؟ اتفيلت دي تتحبس ما تخرجش. بتسجلت؟ تراجعت. بتراجعت يعني تفتكر ايه اللي حصل؟ اتعدل. ما انا ما اعرفش. تراجعت اتخصصت لكل كاستمر. طب نشوف الاختيارات. نشوف الاختيارات بقى. اتخصصت لكل كاستمر. هل هي كينج اند فريفاين؟ كينج يعني تسجلت، فريفاين يعني تم مراجعتها. ولا ايرور كوريكشن ولا تم تصحيح خطا؟ ولا كوليشن اوف ريميتس؟ كوليشن يعني تجميع ريميتس سبايس. ولا باتش بروسيسنج تشغيل الباتش؟
في رأيك ايه اللي حصل؟ الإجابة هتبقى ايه؟ كي اند هي اتسجلت وترجعت. ده كلام مظبوط. بس حد عايز يختار حاجة تاني؟ واحد يقول لك ايرور كوركشن. ايرور كوركشن ايه؟ وقال لك ان في اخطاء هتتصححت. ما قالش مالكش ان في خطا عشان تقول كوليشن. واحد يقول لك كوليشن. كوليشن دي تجميع هي اصلا اوريدي جمعت قبل في الخطوه السابقه في الباتش. واحد يقول لك باتش بروسيسنج. على فكره باتش بروسيسنج ده غلط. ليه؟ كلمه بروسيسنج يقصد بيها البروسيسنج كله. يعني عارف بروسيسنج دي معناها ايه؟ بروسيسنج من اول ما تخش من هنا لغايه ما توصل للاخر. العمليه دي كلها تمثل العمليه دي يا جماعه بروسيسنج. فالاجابه الصح كينج. كينج معناها يعني كتبها في ريفاين تم التحقق منها. كلام واضح؟ تشوفوا يا جماعه تكتبوا في السيرفي زياده بدل اللي اتقال المحاضره. نكمل الموضوع ده 49 مره. طب يلا 49 وهيشي بقى يسالك على ايه بعد كده. شوف دي العلاج دروع للسي سي. شوف سي سي تفتكر الكاستمر ريميتد ادفايس سي تروح فيه في الاخر؟ تتحفظ مش كده؟ لا صحيح اخر حاجه تتحفظ ولا دي تروح للبنك؟ لا ده دي زي الحافظة او الاشاره اللي عندنا يبقى تتحفظ. ففعلا اجابه صح سي 49. هيقول لك ان الرمز سي ان الفايل زين بيعمل لهم تحت تفعيل يفايلهم يعني حافظ باي باتش يا جماعه ها نمبر. ماشي تعال نشوف دي بقى. خد بالك من دي وخارج منها ايه دي. احييك يا بيه. دي مش خارج منها حاجه. ده دي داخلها حاجتين. داخلها ايه وايه؟ طب اما يخشها حاجه وحاجه يبقى انا هعمل ايه؟ يتجمع كومبير يتقارب صح ولا لا؟ فاهمني ولا ايه؟ خد بالك الكلام ده يا جدعان ما بيتحفظ. انت ممكن يجي لك اي فلوت شارت ثانيه انت بس تفهمها تمشي وراها كده. الناس تفتكر الكلام ده حفظ يقول لك انا احفظ الكلام. ما بنحفظوش. ما ينفعش يتحفظ. الرمز الرقم دي داخل له حاجتين صح ولا لا؟ فالحاجتين دول اكيد يعني هتقارن بينهم تطابق بينهم تعمل حاجه. فدي بقى قال لك ايه؟ شوف الاشاره رقم كام؟ 50 صح؟ دي هيبقى عباره ها؟ 50 هو بيسالك على دي. جابها تبقى سيك فعلا كومبير هتقارن الباتش توتال اند كوريت اسيسر وتبدا تعمل عمليه تحصيل كلما ايه؟ شريط بعد كده اخر رمز عندك ايه؟ ايه ده بقى تفتكر ايه؟ حفظ الرقم ها؟ ده ايه ده يمشي ايه اكتر؟ ايه اللي داخله وخارج منه؟ داخله ديلي اكونت سيف ورن اللي هي المعاملات اللي بتحصل على اكونت سيف. يبقى ده واضح ان ده الاستاذ العام الجنرال ليدجر بتاع الاكونت سيف. بس هو مش هيسموه ايجر جنرال ليدجر بقى هيسموه استاذ ها ماستر فايل هو الملف الرئيسي بتاع الايه بتاع الجنرال ليدجر بتاع الاسم بتاع الاكونت سيف. تمشي الاجابه كده فني ولا اذا الفلوت شارت لا تحفظ. وحتى لو انت عايز تحفظ السيمبل هيبقى صعب جدا ان انت تريكوجنايز يعني تفتكرها. واضحه فني؟ اي سؤال؟ بجد والله. هتخش بقى حضرتك ان شاء الله كل يا جماعه عمل السيرفي. طب يعني حاول اخر حته نتكلم عليها ودي بتيجي في الامتحانات او في الاسئله كتير. والجزء ده لوحده اللي انا اتكلم عليه في نص ساعه دلوقتي عليه بالظبط بيجي في الامتحان عليه حوالي 5% من الامتحان. هذا الجزء بيتكلم على حاجه اسمها البروفيشنال ايثكس. ما المقصود بكلمه البروفيشنال ايثكس؟ اللي هي المبادئ او الاخلاقيات يعني الناس المهنيين. ان شاء الله حضرتك لما ربنا يكرمك كده وتحب تشترك في الامتحان تخش في الامتحان بتاع من عضويه في معهد اسمه الانستيتيوت اوف مانجمنت اكاونتنت معهد اللي هو المحاسبين الاداريين. هذا المعهد لما حضرتك بتعمل عضويه فيه بيبقى اسمك انت بتشترك في ده يا جماعه. ده بتهزر هتحليه حضرتك. طيب لو اللي مش هياكل حاجه انا بعت ورا الناس اللي ورا في الدفع. فحضرتك لما ان شاء الله بتشترك يبقى اسمك اي ام اي ممبر. فحضرتك ان شاء الله انت اي ام اي ممبر. طبعا مره واحده يقول لك يخش على الناس يقول ايه انا ممبر في الاي ام اي. طبعا يفتكروا ان انت يعني معاك عادي مع اي حد بيدفع للاشتراك هيبقى ممبر في الاي ام اي. فالاي ام اي راح بيطلع مجموعه من الستيتمنتس. ستيتمنتس يعني اصدارات بتتكلم على النواحي الاخلاقيه او الايثكس الذي يجب ان يلتزم بيها عضو الاي ام اي. طالما انت عضو في الاي ام اي فلازم يبقى في عندك مجموعه من الاخلاقيات. هذه الايثكس بتتكلم على ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول بيتكلموا على حاجه اسمها البرنسبلز. البرنسبلز يعني ايه؟ مبادئ او مفاهيم. ودي هتلاقيها عموميه تتسم بالعموميه هنعرف بس عناوينها يعني. ان انت راجل احترام لازم يكون عندك كونس. يونس يعني يا استاذ ايه؟ راجل يكون عندك حاجه اسمها فيرنس عداله في العرض عداله. يكون اوبجيكتيف للموضوعيه ويكون عندك ريسبونسبيلتي يعني تقدر تقوم بالمسؤوليه اللي الوكاله ايه؟ الاربعه دول برنسبل عناوين بس مش اكتر من كده. انك تكون عارف اونستي ويا ابني تاني ها؟ وobjectivity وresponsibility.
فيبقى عندك كم؟ ها؟ أربعة. تكون عارف الأربعة. قد يسألك في سؤال يقول لك إيه هما الفور برينسبلز، الأربع مبادئ اللي الـ IME قال عليها برينسبل. انتقل من البرينسبلز ودخل في حاجة اسمها الستاندرز. ستاندرز هنا معناها إيه بقى؟ معايير. والمعايير لابد أن تلتزم بيها. المعايير you must adhere to، لازم تلتزم بيها. ومخالفة المعايير يترتب عليها حاجة يسموها violation. violation يعني مخالفة. الأربع معايير دول هم اللي هنتكلم عليهم بشيء من التفصيل، بشيء من يرسز يعني التفصيل. المعيار الأول تحت مسمى الكمبيتنس، مش كده فني ولا لا؟ ما معنى كلمة الكمبيتنس؟ حد يعرف؟ ساعدني يا رئيس، ما معنى كلمة الكمبيتنس؟ لا يا فندم، ايوه الكمبيتنس معناها الكفاءة المهنية، معناها الكفاءة. لا سبق ان احنا ترجمناها قبل كده، سبق ان احنا ترجمناها، سبق ان احنا ترجمناها قبل كده بعنوان الكفاءة المهنية. ما معنى الكفاءة المهنية؟ ناخد مثال لأستاذ ممدوح. أستاذ ممدوح بيشتغل محاسب، فلابد ان أستاذ ممدوح يكون عنده حاجة يسموها البروفيشنال اكسبرتايز. يعني البروفيشنال اكسبرتايز ده الخبرة المهنية، مش كده بس يا فندم، لازم أستاذ ممدوح يكون عنده نوليدج، معلومات، يكون عنده أساسها سكيلز، مهارات. ومش كده بس، لازم يكون بيعمل continuous improvement. يعني ايه continuous improvement؟ يعني بيطور نفسه. ده لازم. خلاص، يبقى اول حاجة عرفنا ايه المقصود بكلمة البروفيشنال. أستاذ ممدوح بيراجع شركة، فلازم هو بيراجع الشركة اللي هو شغال فيها او الشركة اللي المحاسب فيها يكون ملم بالريليفنت، يكون ملم على معرفة بالريليفنت laws and regulations اللي هي التنظيمات والقوانين. لازم يكون عارف القوانين والتنظيمات اللي انت ايه شغال فيها. استاذ ممدوح هو شغال في الشركه بتاعته، لازم يكون عنده القدره ان هو يوفر لك المعلومات تايملي في وقت مناسب، المعلومات تكون اكيوريت دقيقه، تكون بريسايس او كونسايس، يعني فيها نوع من انواع الدقه عشان تساعدك في اتخاذ الايه القرار. استاذ ممدوح لما المدير بتاعه يبعته يراجع شركه ويخش الشركه يلاقي فيها مشاكل، من اول ما يخش يقدر يحدد ان في مشاكل ويعرف مدير. ما يقعدش حضرتك في الشركه 10 شهور وبعد 10 شهور يقول له ايه؟ يقول ده في مشاكل، ده يعتبر فشل. من قدر يعني من ضمن عناصر المهاره او الخبره اللي عندك انك يكون عندك القدره انك تحدد ايه الليميتيشن اللي هتقابلك في الشغل، ايه القيود اللي هي الكونسترينت اللي ممكن تقابلك وانت شغال وتمنعك انك تشتغل. وخلي بالك انت ممكن تيجي واحد زي بالظبط كده بتبقى واحد صنايعي تقول له عايزك تعمل لي كذا، يقول لك قوي وتلاقيه ايه وهو شغال بيكسر وبتاع، تطلع لك مشاكل الدنيا صح ولا لا؟ وتجيب واحد تاني تقول له عايزك تعمل لي كذا، يقول لك لا بس خلي بالك احنا قبل ما نعمل هيقابلنا في مشكله هنا وهنا. مش بيحصل كده ولا لا؟ ما داش هيشتغل وده هيشتغل، بس ده البروفيشنال والتاني هو يعتبر ايه يا استاذ ايه. فلازم تكون قبل ما تشتغل يكون عندك القدره انك تحدد ايه المشاكل او القيود اللي تمنعك من اداء ايه. لازم انه لابد تكون عارف العناصر، كل العناصر اللي احنا قلناها. يقول لك ممدوح نزل راجع شركه ومش ملم بالقوانين ولا التنظيمات المحيطه بيه، يبقى هو خالف انهي ستاندرد؟ كومبتنس. ممدوح ما بيطورش نفسه، ما بيتعلمش، ما عندوش كومبتنس. ممدوح مش عارف، ما بيطلعش تقرير بشكل دقيق، يبقى برضه خالف يا استاذ ايه. يجي لك الكيس يقول لك الراجل ده خالف انهي ستاندرد. تعال نقرا مع بعض الكومبتنس اللي عايز افكر الحياه بشيء من التفصيل. كومبتنس يعني ايه يا ابني؟ ايه الكومبتنس ولا الكمبيوتر؟ الكومبتنس. ايه المقصود بكلمه الكومبتنس؟ يلا ها بنتين ان ابروبريت ليفل اوف بروفيشنال اكسبرتايز، مستوى مناسب من المهاره، اسف من الخبره يعني المهنيه. باي كونتينيولي ديفلوبينج نوليدج اند سكيلز، عن طريق انك بتطور مهاراتك بشكل مستمر. بيرفورم بروفيشنال ديوتيز ان اكوردنس ويز ريليفنت لوز، يؤدي مواجباته المهنيه بما يتماشى مع ريليفنت لوز ريجوليشنز اند ايثيكال ستاندردز. Provide decisions, support information, and recommendations that are accurate. Accurate يعني دقيقة. Clear واضحة. Concise برضو بتيجي معنا فيها شيء من الدقة. And timely. Timely هنا عنصر وقت مهم. ما ينفعش تقدم الشغل بعد وقت. Recognize and communicate professional limitations. يكون عنده القدرة ان هو يدرك ويوصل الـ professional limitations ليه حدود بقى بتاعت المهنة او القيود or other constraints that would preclude ممكن تمنعه ان هو يعمل responsible judgment، يعمل تقدير
responsible يعني مسؤول or successful performance or activity أو يؤدي النشاط بتاعه بشكل إيه يا أستاذي ها؟ بشكل في نوع من أنواع النجاح. لازم تكون عارف الكلام ده. هنشوف احنا بنحل إن شاء الله. في بعد كده إيه؟ ها؟ في confidentiality. ما معنى كلمة confidentiality في رأيك؟ سريق ايه؟ المعلومات او البيانات. يعني مثلا ممدوح بيراجع شركة بعد باشا انا قلت انت نسيتني اللي معاه جوت طلع على الاجور بتاعت الموظفين وعرف ان مش عارف بنت مدير مين بتاخد 20,000 جنيه في الشهر. دي تعتبر معلومة ايه؟ بصحش عنها. لا يجوز اللي بصحش عنها على فكرة. مش هو لوحده، الطقم اللي شغال معايا التيم اللي شغال معايا عرفهم، يقول لهم يا جماعه المعلومات دي سريه محدش يستخدمها ويوجههم ويتابعهم. خلي بالك وما ينفعش يستخدم المعلومات السريه عشان يعمل لنفسه ادفانتج. ادفانتج يعني ميزه او يعمل حاجه غير قانونيه. ما ينفعش خالص كده. مش كده بس، يجب الا تفصح الا في حالتين على فكره. لو صاحب العمل قال لك افصح، يعني لو بالبنايه اللي تقدر 10,000 جنيه قال لك قول مش فارقه معايا خالص، او لو المحكمه جابتك وسألتك فلازم تشهد تقول. هما الحالتين دول. يعني يقولك لو legally required، legally required يعني أو authorized، أو ساعات يقولك بدل كلمة legally required يقولك legally prescribed، يعني تم وصفه موصوف له قانونا يعني أو مسموح له قانونا يعني أو authorized. هل يفضل ولا يبقى حضرتك confidential information أفصح عنها؟ تفصح عنها ولا لا؟ confidential information تفصح عنها ولا؟ عموما انا عايز اقول لك اللي كاتبهم كده. طيب ينفع يفصح confidential information الا لو ايه؟ عندي authorization او legally يا استاذ required. الناس اللي تحتيه subordinates اللي شغالين معايا بوجههم واقول لهم ما ينفعش انك تفصحوا عن هذه المعلومات، ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان انا استغل المعلومات السريه لان احقق مكاسب خاصه ليا او اخد مزايا ليست ايه من حقي. كنا على علم بهذا اللي كان ماشي يا فندم. ايه ليه ينفعش ده سر؟ عشان مفيش فن ده على فكره ليه مش على ده 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 ضمن اسرار على فكره. ما ينفعش اقول اي حاجه. لا هي على فكره عشان اعداد يعني الموظف ده ما يعرفش شركه كام. ده من اسباب الشركات اللي انا رحتهاش تتابع عيني. اول ما بخش على المدير المالي الاجور دي ما تطلبهاش الا اخر حاجه. طب ما هي عشان سريه. اه سريه علشان عشان ما قلت لك بنت الراجل بتاخد 20,000 وفي تعالي تاني. طب انا في اكتر من كده مثال ضربته لك عادي. سري دي لوحدها فيها سري. اخونا باسم قال تفسير قال ايه بقى؟ قال عشان ما حدش يقول على حد. بالظبط جامد قوي. لا لا في شركات بيبقى في فروق شاسعه في المرتبات على فكره. هي بتعمل مش هو محاسب الواحد بياخد 25 واحد بياخد 25 بس كده رزقه يا اخي. لا رزق لا احنا اتكلمنا. لا انا على فكره في شركات ثانيه عادي. اسمها ايه الشركه دي؟ اسمه ايه؟ لازم تقول اسمه كمان. لازم تقول اسمه. خلفت انت كده. خلفت اللي عملت بريتش. عمل بريتش عامل. كان ناقص يقول اسمه كمان. ده اسمه اريال بقى. كمان؟ اسمه ايه؟ ايه؟ محمد مجدي حسين ناصر. اه. ده 25 قليل. لا ده شركة تابعة لبيبي. اه. يلا يلا سيدي ارزاق ارزاق 25 واحنا طالع عين اهالينا رايحين جايين اقول ايه وسيب ايه يبقى بنقول ايه كيب انفورميشن كونفيدنشال خلي معلومات سريه اكسبت وين ديسكلوجر از اوثرايزد اور ليجالي ريكويرد. طيب انفورم اول ريليفنت بارتيز ريجاردينج ابروبريت يوز اوف كونفيدنشال انفورميشن. تعرف الاطراف كلها الاستخدام السليم ايه للمعلومات السريه. مونيتور تتابع السبوردينيتس اكتيفيتي يعني تتابع رؤساء اللي تحتيك مرؤوسينك اللي تحتيك تو انشور كومبلاينس عشان تتاكد مدى التزامهم. ريفرين تمتنع فروم يوزنج كونفيدنشال انفورميشن انك تمتنع عن استخدام المعلومات السريه فروم ان ايثيكال اور ليجال يا جماعه ادفانتج انك ما تاخد فيزا غير قانونيه او غير اخلاقيه. بعد كده في عندنا ايه؟ ايه المقصود بكلمه الانتجريتي؟ النزاهه. طب يعني ايه النزاهه؟ يعني نزيه ايه؟ يعني مثلا تبقى ضارب شعرك جيل مثلا وملمع الجزمه كده وبتاع دي نزاهه ولا ايه؟ ايه المقصود بالنزاهه؟ ما احنا عندنا في مصر ايه؟ يقول لك الواد ده نزيه قوي. يعني ايه نزيه؟ يعني بيقول لك على طول بقى وبتاع وجل هو ده النزاهه. مثلا لو سالته 5 جنيه وكده. لا النزاهه هنا النزاهه هنا المقصود بيها الناحيه السلوكيه بتاعتك. الناحيه ايه يا استاذ ايهاب؟ السلوكيه. يعني ما تعملش اي فعل يسيء الى المهنه. يعني اي فعل يسيء الى المهنه بتاعتك ما تعملوش.
هو ده المقصود بكلمه ايه يا استاذ ايهاب؟ ما تعملش فعل يسيء لابنها. كلام واضح يا فندم ولا لا؟ يعني على سبيل المثال مثلا زي ما زميلك قال ما تروحش ايه تراجع شركه ولا شغال في شركه ما تاخدش وتشرب شاي بالياسمين. عارفين فكره الشاي بالياسمين ولا لا؟ في المعادي الامام يعني الرشوه يعني. يعني على سبيل المثال مثلا ما ينفعش مثلا يبقى ممدوح محاسب وفي واحد تحتي في الشغل ده وممدوح هو اللي يعمل له التقييم السنوي. التقييم عارفين التقييم ده بتاع الترقيات والكلام ده. فيجي الراجل يقول لي ممدوح تعالى ممدوح انا هعزمك بقى النهارده على عربيه كبده كده. خد بالك بقى وياخده يروح عند بابا عبده في بابا عبده اللي باب الشارع ويقعدوا ايه ياكلوا كبده بقى في الشارع. طبعا لو انا معدي الاقي ممدوح والراجل اللي هو ممدوح المفروض رئيسه في الايه في العمل واجي تاني يوم الاقي ممدوح جايب لي ان الراجل دوت الموظف واخد امتياز هقول انا ايه؟ هقول الكبده عملت عمليه مش فيها حاجه ولا لا؟ يا ممدوح انت سندوتش كبده بتعمل كده ولا لا؟ فده هنا اسمه ايه يا استاذي؟ اسمه conflict of interest. في نوع من انواع تعارض الايه؟ المصالح. حتى بس حتى لو التعارض في المصالح ده شكلي يعني ايه شكلي؟ يعني ممكن ممدوح بعد ما يضرب السندوتشين الكبده يجي تاني يوم يدي الراجل سيء مستوى ضعيف مش ممكن يحصل كده ولا لا؟ انا ما يهمنيش القصه دي، انا يهمني ان انا شفتك بتعمل ايه؟ بتاكل الكبده مع بعض. فهقول ايه؟ هقول اكيد العلاقه بينهم في حاجه مش مظبوطه صح ولا لا؟ فهو ده تصرف على الرغم ان هو من حيث الشكل الابيرنس غلط، لا الابيرنس انا شايفه ده غلط، ممكن من الجوهر لا. يعني ممكن اديك مثال، ممدوح لما يدي الراجل امتياز يكون الراجل فعلا يستحق ياخد امتياز. الكبده مالهاش علاقه بالموضوع، مش ممكن كده لا، بس احنا لينا الحكم على الايه؟ على شايفين حظهم. اللي انا اقصده ايه؟ يعني ما تنفعش تقبل هديه من واحد موظف تحت ايديك وبعدين انت تاني يوم انت هتقدم، صح كده ولا لا؟ فده يسيء الى النادي، على الرغم ان هو التعارف في المصالح من حيث الشكل ممكن ما ياثرش على الجوهر، لكن احنا نحكم على ايه؟ على الشكل. دايما كده، دايما في يقول لك في الابيرنس والفاكت. احنا لينا الابيرنس، اخدك وعزمك على مسرح مش عارف ايه الكلام ده ما ينفعش، ده يسيء الى ايه يا استاذ ايهاب؟ الى المهنه ايه؟ الا طبعا لو غداء عمل والكلام ده كله. انتوا ايه اعملوا فطار عندكم في الشغل على عربيه كبده؟ ده المقصود بكلمه ايه يا استاذ ايهاب؟ الانتجريتي، النزاهه، يعني في تصرفاتك وفي سلوكك بما لا يسيء الى المهنه اللي انت بتنتمي اليها. فقالك ميتيجيت تحاول تخفف الاكشوال كونفليكت تعارض المصالح الفعل عن طريق تريجر للكوميونيكيت تحاول توصل الكلام ده وذ بيسز اسوسييت مع شركائك في العمل تو افويد عشان تتجنب ايه؟ الابيرنس كونفليكت اوف انترست اللي هو الظاهري يعني. ادفايز اول بارتيز اوف اي بوتنشال كونفليكت وتنصح كل الافراد لو في اي تعارض مختلف. ريفرين تمتنع فروم انجيجينج ان اني كونداكت اي تصرف ذات ويل بروديوس يمنعك كارينج اوت ديوتيز ايثيكلي انك تنفذ المهام بتاعتك بشكل اخلاقي. واخيرا ابسترين برضو معنى يمتنع فروم انجيجينج ان اور سبورتنج اني اكتيفيتي ذات مايت ديسكريديت يعني يسيء الى او يشين الى يا استاذ ايهاب؟ الى الايه؟ بروفيشنال الى المهنه. ايوه الى المهنه، اي حاجه تسير الى الايه؟ اخيرا وليس اخيرا الكريديبيلتي. ما معنى كلمه كريديبيلتي يا استاذي؟ ها طب امتى انت تحس ان انا عندي مصداقيه؟ لما اكون راجل فير معاك يعني ايه؟ يعني لما يجي مثلا يحصل موقف تلاقي رايي فيه ما يختلفش مع تغير الاراء. يعني ما يجيش مثلا الناس اللي هم بتوع اللي بيرشحوا مثلا الحريه والعداله يقول لك عودة حد لمجلس الشعب ممتازة وبتاع واحنا مع وبعدين لو كان اللي اصلا مسيطرين على مجلس الشعب الكتلة المصرية او مش عارف مين وبتاع كان يقول لك لا مجلس الشعب يرجع. الناس دي ما عندهاش فير. الفير معناه ان موقفك يكون ايه يا استاذ ايهاب؟ عادل. ابتدي يبقى عندك كريديبيلتي، يبقى في مصداقية. حضرتك فيها بازل ولا لا؟ زي بالظبط كده نفس الشخص بتلاقيه مرة يقول رأي ولو نفس الموقف حصل مع واحد تاني بتلاقي رأيه اتغير مع ان هو نفس ايه يا استاذ ايه؟ نفس الموقف ما عندوش فير. فلما تلاقيني ان انا راجل فير تعرف ان انا ليا كريديبيلتي ليا يا استاذ ايه؟ مش فيها احراج ولا لا؟ يكون عندك اوبجيكتيف لموضوعيه في بدايه الرؤيه، يكون عندك موضوع الحاجات دي تديك حتى حاجه اسمها يا جماعه كريديبيلتي. مش كده بس، ده انا المفروض اديك اما اديك معلومه اديك المعلومه اللي ما تعملكش مسليدنج يعني. ولو في معلومه قلتها لك غلط اقول لك على فكره قلت لك المعلومه دي غلط. انا ساعات باجي اقول لك انا بشرح لك اقول لك الحته دي انا مش عارفها عادي جدا.
ده يديني مصداقية على فكرة بدل ما اعملك بان انا عارف وبتاع ومش عارف ايه. فده المقصود بكلمة الكريديبيلتي، ان انت يكون عندك مصداقية تدي الناس المعلومة المناسبة اللي هيستفيدوا فيها، المعلومة اللي انت شايف ان القارئ او مستخدمها هيقدر يستخدمها في اتخاذ يا جماعة ها القرار. واضح فكرة الكريديبيلتي ولا لا؟ كريديبيلتي قالك رقم واحد communicate information fairly and objective افصح عن كل المعلومات. لو في اي ديليز ريز يعني تاخير حصل او اي افشنسي في المعلومات اللي انت بتعرضها طيب استوقيتها بروسيسنج تشغيلها انترنال كنترول ان كونفورمس وذ اورجانيزيشن بوليسي اند اور ابليكابل لوز بما يتماشى مع سياسه الشركه او القوانين اللي بيتم ايه تطبيقها. هل الستاندرد دي مهمه ولا مش مهمه؟ الحقيقه يقال ان الستاندرد دي مهمه. ليه بيقال ان هي مهمه؟ حد يعرف ولا لا؟ لان هي بتيجي في الاسئله الحقيقه. جت في الاسئله بس اعتقد في الاسئله يجي يقول لك قول لي ايه الفور ستاندرد، قول لي ايه، او كيس يقول لك الراجل ده خالف انهي اسكس، اسف خالف انهي ستاندرد، يعني في الكيس كده يقول لك قول لي خالف انهي ستاندرد، عارف فاهم تبقى عارف. وفي اسئله كده عندك في اللي عندك الاسئله اللي موجود في يونت 10 هتلاقي عن الاسكس مش عن الاي تي، هيقول لك قول للناس دول خالف انهي ستاندرد يعني. فبتقول والله ده الموقف ده بيخالف الستاندرد كده، يعني قدام الكيس يقول لك ان كان في معلومه عندي غلط وما افصحوش عنها، يبقى ده خالف انهي ستاندرد؟ الكريديبيلتي، واخد بالك؟ مش عارف عمل ايه وبتاع وما كانش قرا المعايير صح او ما طبقش المعايير صح، يبقى ده خالف ايه؟ الكومبيتنس، وهكذا. انت بتاخد الكيس وكذا. احنا كنا كده بس هنا ولا ايه 57 بس ماشي كود 60 قول 61 64 65 66 67 69 68 بس مش كتير يعني، مش كتير. الراجل اللي بيتاوب تحب تختار اني سؤال تختار يا بيه؟ ده بيتاوب يا مستر. ما هو حتى ده كمان، ده انا قلت اسالك حاجه تجاوبها يا ابني. يعني كم؟ 57 ايه تاني يا ابني؟ 67 و66 حد عايز حاجه تاني؟ 57 اللي خلاص 57 اخترناه. اللي فيه كام؟ 64 64 اخر اي حاجه تاني؟ خلاص خلاص قفلهم خمسه بقى. خلاص اللي انت عايزه، انا قاعد معاكم لغايه الصبح. اللي انت عايزه النهارده اخر محاضره ولسه ما بقى. لسه ما وعناش. اجازه ليه بكره؟ الراجل قال لنا بكره حاجه. طيب الحل اللي اخترته ايه؟ 57 واحنا شغالين كده وقلنا سؤال كويس ولا حاجه لما نحل برضه. طبعا فاهمين فكره ليه بنختار بعشوائيه، لان احنا ما نقدرش نحل كل الاسئله وفي نفس الوقت انا مش عايز اختار لك سؤال لا تفتكر ان انا منشر على السؤال ده. كنا زمان على فكره كنا باخد محاضرات سي بي سنه 98 كان يجي المحاضر هم اربع اسئله او خمس اسئله يحلهم لنا، واخد بالك؟ ايه؟ عشان انت كنت انا وانت قاعد في المحاضره يقول ايه الراجل ده؟ ايه الكلام الجامد جدا ده؟ انا ما بقصدش اقلل من قدره يعني، بس انت تيجي تروح تذاكر بقى. انا كنت من الناس اللي بتذاكر اول باول، لا الاقي الحته دي شرحها كده، طب فين بقيه الحاجات التانيه بقى؟ يعني انا فاكر لن انسى في الاوديت، فاكر انت الاوديت؟ كان عندنا السايت مش هي 57 ولا ايه؟ بيقول لك اف انا ام اي ممبر اللي هو حضرتك ممبر يعني ديسكفرز. انا اسف 57 دي مش معانا، هنأجلها هنحلها بس مش دلوقتي. شفت بقى العشوائيه تلات ازاي حلوه ازاي؟ لسه مش 14 والله 64 ايه؟ 64 ولا ايه ده؟ لا 57 معانا؟ طيب بيقول لك ايه ده؟ بيقول لك هيخالف
الاي ام اي ستاندرد هيخالف المعايير امتى؟ ايه لو هو ريفرين امتنع؟ لا مش هي 57 دي؟ 57 ماشي. لا هو مش هيخالف. هو مش هيخالف؟ اكتشف هو اكتشف شركه ان ايثيكال كوندكت وهي فيلز تو اكت. فيلز تو اكت هي ويل بي ان فيوليشن. طب ايش رقم ايه؟ ريفرين امتنع from engaging in any conduct that would produce يمنع carrying out duties. يا جماعه كوريك ده داخل في معيار ايه ده؟ انا معيار اسمه ايه؟ رقم ايه ده؟ ده اللي هو ده لا ده ده integrity. ده integrity. طب بي communicate information fairly and objectively خالف معيار ايه ده؟ credibility. طب سي disclose all relevant information that could reasonably be expected to influence an intended user's understanding of. دي برضو خالف ايه يا استاذ ايهاب؟ credibility. فاهم credibility؟ الاجابه الصح هتبقى دي. all of the answers are يا جماعه ها اركول. لو هو خالف A و B و C يبقى هو خالف المعايير. ماشي كده وضحت؟ ها بس انا كنت بحاول معاك كل واحد اعرف هو قال ايه قال ستاندرد يعني لمزيد من التفصيل. اخترت ايه تاني؟ 64 وراها يا العلاء دول على طول. ماشي 64. انت بتختار بالحجم يعني. طيب 64 بيقول لك مش عارف كنترولر ريسبونسبل فور دايركتنج ذا بادجيتنج بروسيس ان ذيس رول ذا كنترولر هاز سيجنيفيكانت انفلوينس ويز اكزيكتيف مانجمنت از انديفيدوال ديبارتمنت بادجت ار موديفايد اند ابروفد فور ذا كارنت يير. الكنترولرز واز انسترومنتال مش عارف ان ابروفل اوف ا بارتيكولر لاين مانجرز بادجت ويزاوت موديفيكيشن ايفن ثو سيجنيفيكانت ريدكشنز وير ميد تو ذا بادجت سبميتد باي اذر لاين مانجر از ا توكن اوف ابريشيشن ذا لاين مانجرز ان كويشنز هاز جيف ذا كنترولرز ا جيفت سيرتيفيكيت فور ا بوبولار لوكال ريستوران. فهمت حاجه ولا ده عربي كده؟ ده هنا خالف على طول يا استاذ ايهاب الانتجريتي. هي الفكره ان المدير كان مسؤول ان هو يعتمد ميزانيه واحد فاعتمد الميزانيه الموازنه بتاعته البادجت غير موديفيكيشن على الرغم ان كان في تعليمات ان احنا نخلي البادجت تقل يعني بس ده انت اعتمدتها له من غير ايه؟ من غير تعديل. فالراجل بعد ما اعتمدتها له ووافقت له عليها راح عزمك على عربيتك عزمك على مطعم يعني. فهنا خالف قال لي معيار بقى هنا مش مهم. ما هو انت هتقول ايه برضو؟ هتقول سابد البادجت ما عدلهاش الناس كلها البادجت اتعدلت ما عدا هو الراجل ده عشان كده خدوا عزمه بقى صح ولا لا؟ احنا قلنا احنا بنحكم من حيث الايه؟ الظاهر الشكل الابيرنس. بس دي ممكن تكون فيها مثلا علاقه شخصيه يعني ممكن او في. خد بالك انا رئيسك في الشغل وبعتمد لك الميزانيه او بديك تقييم تيجي تعزمني على الغداء من حيث الشكل ايه؟ مش جاي حضرتك ولا لا؟ بس فين بعد كده؟ 66. عمل ايه صاحبنا ده في 66؟ المنبر عمل ايه بقى؟ بروفيشنال ليميتيشن. شكرا. بروفيشنال ليميتيشن وما عرفش يعرف دخل ودخل على طول. البروفيشنال ليميتيشن ده يعمل ايه؟ خالف ايه يا كابتن؟ خالف الكومبتنس. موافقه؟ مش كده ولا ايه؟ بعد 66 ايه؟ 67 حلو. دي كلمة كده لغتها صعبة يعني. 67 بيقول لك برضو الراجل ده يخالف. خالف ايه بقى لو عمل ايه؟ ما انا ماشي شوف اصل ايه اول واحدة ايه اول واحدة كلها مقدمة انت تشوف الجوردن على طول الاي ام اي ستيتمنت ويسك براكتس ريكواير الاي ام اي يعمل ايه بقى؟ ايه اوبتين سفيشنت كومبيتنت ايفيدنس وين اكسبريسنج ان اوبينيون. ايه رايك في ايه دي؟ يحصل على ادله اثبات كافيه لما يجي يعبر عن رايه؟ يا بيه الاي ام اي ممبر ملوش دعوه بالكلام ده. اللي بيقول راي ده الاكسترنال اوديتور دي مش بتاعتنا. فاهمني يا فندم؟ برضه في نقطه تانيه ما ينفعش تجيب معلومات عشان تحسن بيها. لا لا ايه تمشي لو انا بتكلم على مراجع خارجي جاي يقول رايه على القوائم الماليه اوبتين سفيشنت كومبيتنت ايفيدنس ادله اثبات كافيه عشان تقول رايك. اي مراجع حسابات يقول رايه او اي مراجع داخلي بيقول رايه لازم. لكن انت كاي ام احنا بنتكلم عليك كعضو عادي في الاي ام اي مش دورك ده. نوت كوندون فايوليشن باي اذرز. نوت كوندون يعني لا تتغاضى
لا تتجاهل المخالفات اللي بيعملها الاخرين. رقم سي كومبلاي لازم تلتزم بالجنرال اوديتنج ستاندرد، لازم تلتزم بمعايير المراجعه اللي متعرف عليها. رقم دي ادهير لازم تتبع الجنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز اللي هي المبادئ المحاسبيه اللي اسمها جيب. الحقيقه يا جماعه الايثكس ما اتكلمش على الكلام ده خالص. الايثكس اتكلمت لو في ايه، لو في برينسيبل، لو في مخالفات، لو لو لو. فاهمني يا بيه ولا لا؟ فهي الاجابه الصح هتبقى بي عند لا تتغاضى او لا تتجاهل المخالفات اللي بيعملها هي يا جماعه. ها ادي لك سؤال برضو من الاسئله الهديه اللي هو واحد، لا 61 61 حلو 61. ها لان غايب ليه ما بيعملش ديسكلوجر، ما بيعملش ريليس كتير عنه. ايه رقم دي؟ ريفيوز جيفت تو اني ون. انت اخترت دي صح؟ كلنا ما غلط. عارف ليه غلطتها ولا لا؟ اني ون ان وان ده ان وان دي ما... انت ترفض هديه من واحد موظف معاك مش عارف ايه حد هتقيمها، لكن ان وان ايه يعني؟ افرض جارك عصبك على 10 ولا ده مش هاخدها منه ولا ان وان دي تشمل جارك برضه مش كده يا ولا؟ فالتريكس كانت فين ايه؟ فين وان. شكرا يا فندم نحافظ. هي ايه؟ طب هي ايه اللي يا مستر؟ ايه بتقول ايه يعني؟ هو الاجابه ايه؟ ما هي الاجابه ايه بتقول ايه طيب؟ identify and make known anything that may hinder his judgment or prevent suspected completion of any duties. صح كده؟ طيب سوري. هو بيسالك عن انهي معيار؟ انتجريتي مش كده؟ انت كنت عايز تختار بي؟ لا انا اخترت بي. دي ما دي قلنا خلاص. ايه بقى دي؟ ايه انك تكون عارف اي اي حاجه ممكن تمنع تمنعك انك تقول راي بشكل سليم يعني. ده اللي انا فهمته منها يعني. لكن بي بتقول ايه؟ ريبورت اني ريليفنت انفورميشن ذات كود انفلوينس يوزر فاينانشال ستيتمنت. بي دي بيتكلم على المعيار بتاع ال لاخر واحد، لا اللي هو الكريديبيلتي. بي ده بيتكلم على الكريديبيلتي. سي صح. سي كونفيدنشال. سي بيتكلم على على اسمها ايه دي؟ كونفيدنشالتي. كونفيدنشالتي فهي تبقى باسلوب حتى الاليمينيشن هتبقى الاجابه ايه؟ ايه يعني. سؤال بقى حضرتك لو ربنا كرمك ان شاء الله سيادتك وقعد في الشغل وشفت ممدوح وهو قاعد في الشغل ما بيشتغلش وقاعد عمال يعمل شاتنج على الانترنت طول النهار، تعمل ايه؟ وخد بالك ده مش كده بس، هو ما بيشتغلش وانت بتعمل شغله. فدخلنا هنا في حته كونفليكت في ايه؟ كونفليكت في ايه؟ وفي انترست، تعارض في المصالح. هتعمل ايه في عمنا ممدوح؟ ما انا بتكلم بجد مش بتكلم، بتكلم واقع اهو. هتعمل ايه في ممدوح؟ قاعد على الانترنت بيعمل شاتنج طول النهار على الفيسبوك والجروب مش عارف ايه والكلام ده، وسايب الشغل وانت بتشتغل شغلك وشغله. تعمل ايه عامل شغلي بس شغل تسكلي اتكلم معاه. نعم انا ببلغ، ما مش مؤثر على شغلي فهقول هو ضمير، انما مؤثر عليا بقى هبلغ. ما هو ده الغلط، حتى لو مش مؤثر على شغلك طالما بيعمل مخالفه لازم تبلغ. في اوروبا والدول المتقدمه يا اخي لو انت كده واقف في الشباك في البلكونه بتشرب سيجاره في اوروبا وبتشرب كوبايه شاي وشفت واحد راكب في الشارع الناحيه الثانيه في الممنوع، عارف بيعملوا ايه بره؟ بلغ. احنا عندنا في مصر يقول لك يا اخي ده حرام عليك، ده انت بتفتن، ده انت مؤذي. تخيل لو شاف واحد مثلا سايق متهور في الشارع كده وانت بعربيتك ترفع سماعه التليفون تتصل برقم تقول لهم ده فيه عربيه رقم كذا في الشارع الفلاني بتسوق متهور عشان الشرطه تروح تجيبه. فاهم قصدي ولا لا؟ فالصح انك تبلغ عنه. طالما عمل ايه يا استاذي؟ ها؟ مخالفه. رد على التليفون ده عشان البيت. بس شوف الاول هل في سياسات بوليسيز وبروسيجرز في الشركة عندك بتنظم الكلام ده ولا مفيش؟ فاهمني ولا لا؟ قول لي كنت اقول ايه؟ يبقى اول حاجة اعمل ايه؟ في بوليسيز تشوف ايه؟ على سبيل المثال مثلا انا في شركة براجع عليها عندهم برنامج اسمه برنامج الامين. استاذ اللي ورا ايه برنامج الامين ده؟ يقول لك لو شفت اي مخالفة خش بلغ. ما حدش يعرفك انت مين يعني. فطبعا تلاقي ايه بقى؟ خلي بالك يا ممدوح حد يبلغ عنك في الامين. دي ده معناه ان في سرية. وهما يتحققوا من الشكوى، ما ممكن الشكوى تكون كيديه خلي بالك يعني. فخلاص انا البوليسي بتقول كده، يعني حتى لو انا رحت اشتكي الرئيسي في الشغل يقول انت جاي تشتكي لي ليه؟ ما تروح تبلغ في نظام الامين. سيستم اسمه الامين، شركه ثانيه برضو براجع عليها سيستم اسمه الحريص. وشركه صحيح الحويط هم في الامارات بيحبوا يترجموا كده الحاجات دي. والله الامين والحريص وشركه ثالثه بس عاملاها بالانجلش بقى مسميها ايه؟ اكت وزود ديلي، يعني اتصرف بدون تاخير. لو انت في مشكله وجيت تشتكي رئيسه رئيسك يعني تقول ده فلان بيعمل كذا على طول رئيسك على رئيسك المباشر يقول لك انت جاي ليه؟
مش في الحريص او في الامين او في اكتو روح بلغ. فيبقى اول انت بتهزر انت بتضحك صح؟ بتضحك بقى. الناس اللي بره دي يا عم الحاج متقدمه عننا بعشرات السنين. هنجيبهم وبقابلني هنجيبهم ماشي انا عايز اقول مظلمه وبقابلني مين هتعمل ايه بقى عشان نخلص السياسات ما لقيتش السياسات والكلام ده تعمل ايه؟ تبلغ رئيسك المباشر. طب رئيسك المباشر ما عملش حاجه الرئيس الاعلى ما عملش حاجه الاعلى لو انت شايف الموضوع خطير ممكن تستشير المحاسب بتاعك تستشير المحامي بتاعك كمان تشوف ايه الموقف القانوني ايه. طيب افرض حضرتك قلت لرئيسك المباشر او بلاش المخالفه دي اللي عاملها رئيسك المباشر تعمل ايه؟ المفروض تبلغ الرئيس على طول كده تنط. طيب تنط يعني بتعرف دي. طب خد دي بقى افرض ان الرئيس المباشر بتاعك هو السي اي او اللي هو الشيف اكزيكتيف اوفيسر تعمل ايه؟ اطلع يا اما على البورد يا اما دوت كوميتي. جالهم مره سؤال قال لك امتى لو انت لقيت مخالفه تخش على الاودت كوميتي على طول. فالاجابه لما كان الرئيس المباشر بتاعي هو السي او ما هو السي او رئيس المباشر عامل مخالفه اروح لمين؟ طبعا الشكوى لله طبعا يعني غير اللي ما زال لكن تروح لمين؟ مين اللي فوق السي او يا اما البورد يا اما يا استاذ ها الاودت كوميتي. مش كده بس يا فندم نعم ما احنا قلنا بقى نشيل المحامي بقى نشوف المحامي هل تعمل ايه تفصح لحد ولا حاجه. الحاجه الثانيه واخيره الاي ام نفسه على فكره عامل رقم تليفون هوت لاين كده لو انت عندك اي مشكله ولا حاجه تتصل بيهم. ده المفروض يعني هتحفظ الرقم تاخد رقم التليفون بحيث لو في اي مشكله ولا موجود عندك في الكتاب يعني لو بجد والله عامل لي رقم تليفون الاي ام ممبرز اتصل بيهم لو انت عندك اي مشكله في الاسكس والكلام دوت ممكن تبلغ بيها ويبتدوا يسالوا بس خلاص كده بس بالراحه بس عليا. بص يا بيه الاسئله بقى اللي على الموضوع ده 65 بس يلا بس 65 بس كده اخر حاجه صح خلاص خلصنا 56 58 و59 يلا رجاله بس 59 خدنا 62 كانت معانا و62 و63 و63 و64 اشطبها لو خدناها اشطبها خلاص مع كله بقى و70 يعني الاخر يا فندم او خلاصه الاسئله كلها اللي هي من اول كام لكام؟ من 56 ل 70 من 56 ل 70 حد يختار حاجه يا ولاد؟ كم؟ 70 عينيا 70 ايه تاني؟ 59 كم؟ 59 و 58 كمان مش هنكسبها يبقى 70 و 59 وكم؟ 58 اللي انتوا عايزينه نبدا الاول بسؤال رقم 58 58 لا لا يا جماعه الكلام ورا ايه يا اخ نيازي نيازي واللي جنبه 58 مع بعض كده الاي ام اي ستيتمنت كريتيكال بروفيشنال براكتس ريكواير ان اي ام اي ممبر تو فولو ذا استابليشد بوليسيز اوف ذا اورجانيزيشن وين فيسد ويز ايثيكال اف كونفليكت صح قال لك انك تتبع السياسات بتاعتك تمام اكزيس بوليسيز دونت ريسولف ذا كونفليكت لو السياسات دي ما بتحلش المشكله هتعمل ايه ها؟ الإجابة الصح تبقى دي كونتاكت للنكست هاير مانجيريال ليفل في الانيشال برزنتيشن لو العرض الاولاني اللي انت عملته للاميديت سوبيريور دونت ريسولف يا جماعه ها يعني لو رئيسك المباشر ما حلش هتروح لمين؟ للهاير. شكرا. بعد 58 ايه؟ 59 ان ويتش سيتي ما انا عارف ان 58 59 طيب يلا in which situations an IMA member permitted to communicate confidential ايه ده انت بيقول لك انت يبقى من حقك تعمل كوميونيكيشن تقول الكونفيدنشال ينفع اقول كونفيدنشال دي كونفيدنشال الراجل سؤال ده سالتك فيه مسرحيه ينفع اقول كونفيدنشال ينفع الاجابه ايه ينفع حاله اس بي ساتش كوميونيكيشن از ليجال ايه يا استاذ ايهاب بريسكرايبد يعني لو ريكوايرد او مطلوبه ايه قانونا ينفع اه طبعا. بعد كده بتحط ايه ها 70 ان اي ام اي ممبر عضو في الاي ام اي ديسكفرز ا بروبلم ذات كود مسليد يوزرز اوف ذا فيرمز فاينانشال داتا
اكتشف حاجه ممكن يعني تضل المستخدم القوام ماليا عند هذه الفورم دي هيز ايميديت سيفير. وقال للرئيس المباشر، بلغ رئيسه بايه المباشر، بيقول لك الراجل ده ينفع في اي حاله يروح على الاودت كوميتي على طول او للبورد اوف دايركتورز. لو رئيسك المباشر هو السي او هيك بيع الاجابه الحلوه دي، قال لك دي زي لو كان زميل سيبيرير هو الفيرمس شيف اكزيكتيف اوفيسر نوز اباوت ذا سيتويشن بات ريفيوز تو كوركت. اي سؤال تاني عايزينه؟ انا تحت امركم بجد والله، ساعدنا بيك ويعني نشوفك على خير ان شاء الله. الحمد لله خلصت. ايه 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 ايه